انا كنت فاكراك نسيت هنا خلاص. شكلك انت اللي نسيتي يا غادة. انا يا حسام، انا عمري ما نسيت اي حاجه بينا وانت عارف كده. لا يا غادة، نسيتي. نسيت الاتفاق اللي كان بينا، ان اللي كان بينا يفضل سر. ليه؟ وهو مين عارف اللي بينا؟ ده انا بتعمد حتى واحنا لوحدنا في الشركه اتكلم معاك فورمال عشان تعرف اني فاكره ومش ناسيه. يمكن ساعات بغلط، انا برضو بحس وليا قلب، والقلب ده اختارك انت، محبش حد غيرك. انت بقى ما حبيتوش، دي حاجه ترجع لك. بس انا ما استاهلش كل اللي بتعمله فيا ده يا حسام، ما استاهلوش. بس احنا كان في بينا اتفاق يا غادة، وانا حافظت عليه. مش واضح. هو انا لما ابقى عايز احميك من الخطر واحافظ عليك يبقى انا كده غيرت اتفاقنا؟ خطر؟ اه خطر. لما يبقى في واحده مجرمه وقتلت قتله وعملنا فيها مجنونه ورجعت بعد كده تدور عليك وتلف وراك، ده مش يبقى خطر؟ اه بحميك وبحمي مستقبلك. بعد ما رميتك زمان ونفضت لك ونسيتك ورحت اتجوزت واحد تاني، ما تستاهلش كل اللي انت بتعمله عشان هدايا حسين، ما تستاهلش. وانا ما استاهلش اللي انت بتعمليه فيا ده يا غادة. وانا عايزه تيجي وقت ما انت عايز وتمشي وقت ما انت عايز، شخشيخه في ايدك انا. والمفروض اقعد اتفرج على كل اللي بيحصل ده واحط جزمه في بقي وافضل ساكته، مش كده؟ غادة انا ما كدبتش عليكي، انا جيت لك وانت عارفه ان انا بحب منار وان انا ما كنتش كويس وكنت بمر بظروف. ومين بقى اللي وقف جنبك في الظروف دي؟ مين اللي كانت بتاخدك في حضنها وتعيط لها زي العيل الصغير وانت بتشتكي لها من واحده تانيه؟ مين اللي وافقت تفضل معاك في الضلمه عشان بتحبك وتفضل جنبك بس؟ وضيعت كل حاجه، ضيعت مستقبلها وحياتها وان يبقى عندها عيله، مين؟ مين يا حسام؟ ولما قررت توقف كل ده فجأة بدون أي سبب برضه كانت زي الجزمة وقالت ماشي مش مهم نمشيها شغل عادي، المهم تفضلي جنبه. مين عمل كده؟ مين؟ واللي أنت بتعمليه مع منار ده دلوقتي اسمه شغل يا غادة؟ آه شغل، بحميك منها ولو اضطريت أحميك من نفسك هعمل كده يا حسام. أنا مش عيل صغير يا غادة، مش محتاج حماية من حد. أنا عارف كويس أنا بعمل إيه. وأنا كمان عارفة أنا بعمل إيه، وهبعدها عنك وأحميك منها بأي طريقة، ولو ما بعدتش عنك انا اللي هبلغ عنها، مش هيفرق معايا اي حاجه. ولو اضطريت اقتلها هعمل كده وانت عارف. اه انت اتجننتي رسمي بقى. طب بصي بقى يا غادة، انا ما بشتغلش مع مجانين، من بكره ما اشوفش وشك في الشغل ولا في اي حته. غادة بيوريني هتعملي ايه.